وعايز اوريكم اوري لحضراتكم يمكن بعض الخرائط الحراريه دي بتاعه محمد صلاح. محمد صلاح هتلاقي مش متواجد يعني بنسبه يمكن 10% او اقل من 10% متواجد في المناطق اللي ممكن يحرز منها هدف. اللون الاحمر ده، الاحمر الغامق ده، هو ده اكتر اماكن تواجد للاعب في الملعب. يعني هتلاقي دايما محمد صلاح بره ال 18، ولو موجود في ال 18 يا دوبك على طرف ال 18، الجزء الاحمر اللي على ال 18 على يمين ال 18 دوت هو وجود محمد صلاح. لكن معظم الهيت ماب بتاع محمد صلاح للاسف كانت بعيده عن مناطق الخطوره وبعيده عن مناطق اجاده محمد صلاح للعب. محمد صلاح مش دوره يكون رقم 10، محمد صلاح مش دوره انه يكون وسط ملعب ناحيه اليمين. محمد صلاح كان دايما دايما حتى في ليفربول لو ما كانش بيلعب طرف يمين بتلاقيه شادو سترايكر، متواجد بشكل كبير جوه ال 18. فدي الخريطه الحراريه لمحمد صلاح اللي بتثبت لحضراتكم ان عمليه دخول محمد صلاح في وسط الملعب كانت مؤثره جدا على النواحي الهجوميه لفريق منتخب مصر. الخريطه الحراريه الثانيه دي مع مين يا رجاله؟ دي ده محمد عبد المنعم، تمام. محمد عبد المنعم هو راجل سيرد باك بيشتغل في المناطق ديت بشكل كويس، ما عنديش تعليق عليها لان يعني محمد عبد المنعم الحقيقه بيقدم مستويات رائعه مع النادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن كان الكوميونيكيشن بينه وبين حجازي زي ما اتكلمت مش على اعلى مستوى، لكن كمان عمليه التقدم بالكوره وان الاثنين السيرد باكين بتوعنا في وقت من الاوقات يكونوا راكبين نص ملعب الخصم دي مش موجوده. معظم تواجده في الاماكن الدفاعيه بشكل كبير، الا اللهم يعني ما هو تقريبا ما عداش دايره السنتر بشكل او باخر، وبالتالي يعني كمان الحته ديت كان المفروض امام فريق ما بين قوسين امام موزمبيق ان احنا كمان يبقى عندنا كثافه عدديه وخاصه من السرد باكين. دي الخريطه الحراريه بتاعت محمود تريزيجيه. كمان بتبين دوت محمود تريزيجيه، بصوا يعني الجزء الاحمر دوت اللي قدام حضراتكم هو ده تواجد تريزيجيه بشكل كبير جدا تقريبا في نص الملعب. يعني تريزيجيه طبيعي جدا ان يكون الخريطه الحراريه بتاعته الاكثر تكون موجوده على الطرف الشمال وداخل ال 18. كمان تريزيجيه من اللعيبه اللي ابتعدت كتير جدا جدا عن مناطق الخطوره، وبالتالي ما كانش عندنا يعني شراسه هجوميه بشكل كبير جدا. انا بقول لحضراتكم ديت لان يعني من الكلام اللي بقوله لحضراتكم بيبين قد ايه ان احنا كنا رغم ان احنا جالنا بعض الفرص، لكن اجماليا اتكلمت على صلاح الجزء اللي بيلعب فيه كان غير مناسب تماما، حتى لو بدات بيه تقعد 20 دقيقه وترجعه مكانه. تريزيجيه الادوار اللي كان بيقوم بيها ادوار في نص الملعب شكلها في نص الملعب اكتر منها ادوار هجوميه، مش متواجد كتير في ال 18. مصطفى محمد يعني ادى بشكل جيد لا باس به، متواجد ما بين السرد باكين، جاب جون بشكل اكتر من رائع. لكن حمدي فتحي فين؟ يعني لو بنتكلم على حمدي فتحي فين؟ الصوره اللي قدام حضراتكم ديت عمليه التصويب. عمليه التصويب من الاشياء الجيده اللي ممكن تستفيد منها لو الدنيا مقفله معاك، مش قادر تخترق من الاجناب، مش قادر تعمل عمق هجومي، وبالتالي التسديدات، ولكن كلها تسديدات عشوائيه. يعني حتى شفنا امام عاشور بيحاول كذا مره من مسافات بعيده، ولكن كلها تصويبات عشوائيه. كل الدوائر اللي قدام حضراتكم الدايره اللي عليها نقطه في النص ديت هي دي الكوره الوحيده اللي راحت او الثلاث كور اللي راحوا ما بين القائم والعارضه. تسديدات عشوائيه بشكل كبير جدا كلها خارج اطار الثلاث خشبات. اللهم ان يمكن ثلاث كرات من دول كانوا ما بين القائمه والعارضه وما كانوش مؤثرين بشكل كبير. فعايز اقول لحضراتكم ان الشكل الهجومي رغم ان احنا بنقول ان احنا ضيعنا بعض الفرص، لكن الحقيقه الشكل الهجومي كمان رغم ان انت عندك محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك تريزيجيه وعندك عمر مرموش، عندك قوه هجوميه بشكل كبير جدا، لكن اسلوب اللعب فرض على اللعيبه ديت انها تبعد عن مناطق الخطوره، خاصه محمد صلاح، خاصه تريزيجيه، حتى عمر مرموش لما نزل كان بعيد عن مناطق الخطوره اللي يجدها ما بين قوسين اللي يجدها. عمر مرموش تاني بيلعب في فرانكفورت من افضل الدوريات في العالم، بيلعب على مستوى الاوروبا ليج، بيحرز اهداف من التواجد كراس حربة تاني
ممكن جدا كنا نستفيد بيه مع مصطفى محمد.